فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فإن الذي وقع في الأمة غالبه من هذا النوع، وهو إنكار ما مع الآخر من الحق. من الحق، ولو أن كل طرف اعترف بما مع الآخر من الحق ما حصل اختلاف، إنما الاختلاف حصل لما ظهر للطرف أن الآخر مخطئ وأنه ليس على صواب، فلذلك حصل الاختلاف المذموم. فالاختلاف إذا كان من اختلاف التنوع فإنه لا يجوز الوقوع فيه، لأن كل من الطرفين محق، وقد يكون طرف محق من وجه ومخطي من وجه، والطرف الثاني كذلك محق من وجه ومخطي من وجه آخر، فنقبل ما الصواب ولو كان مع المخالف، نقبل الصواب ونرد الخطأ، هذا هو الطريق الصحيح، نرد ما معه من الخطأ ونقبل ما معه من الصواب. من الصواب، وبهذه الطريقة لا يحصل نزاع يؤدي إلى المحذور. نعم. قال: فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا الذي وقع من ابن مسعود والرجل الآخر هو من هذا، أن كل منهما مصر على ما معه من الحق ومنكر لما مع غيره من الحق، وهذا هو الآفة.